يقول الآية قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يبين الله في هذه الآية عظم هذه الجريمة، وهي أن يقتل مسلم مسلما متعمدا، لأن قبلها ذكر القتل الخطأ، قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم ترتب الأحكام المترتبة، ذكر الأحكام المترتبة عليه، ثم حذر وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، اللي حنا نسميه الآن بسبق الإسراء والترصد، فجزاؤه جهنم. يقول خمس عقوبات رتب عليه، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ذكر خمس عقوبات لمن يفعل هذا الفعل، وكل هذا لبيان حرمة دم المسلم الذي تساهل به اليوم كثير من الناس للأسف.